رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي امير نبيل. يا صباح الفل عليك يا امير، اكيد منورنا النهارده، واكيد عندنا كلام كتير جدا فيما يخص مباراه امبارح، فيما يخص الحدث الكبير اللي حصل امبارح، اللي هو الحدث الحزين جدا اللي حصل امبارح والمحبط بالنسبه لجماهير الكوره المصريه والشارع المصري كله يعني بشكل عام. خروج منتخبنا الوطني الاول من دور ال 16 في النسخه الحاليه من بطوله الامم الافريقيه قصاد كونغو الديمقراطيه بعد التعادل بهدف المباراه، ثم اللجوء لضربات الترجيح عشان تحسم ضربات الترجيح صعود فريق او منتخب الكونغو الديمقراطيه على حساب منتخبنا الوطني الاول. خليني اسالك في البدايه، شفت اللقاء امبارح ازاي؟ في البدايه طبعا تحياتي ليك يا شيما وكل مشاهدي اون تايم سبورتس. يعني بالتاكيد نهايه محبطه بالنسبه للمنتخب الوطني، كان تطلعاتنا اكتر من كده بكتير. تطلعاتنا بناء على ايه؟ بناء على ان احنا عندنا مجموعه كويسه من اللعيبه، يعني صحيح، حتى في غياب مش بس التاريخ، صحيح مش بس التاريخ، يعني الناس بتحصر منتخب مصر في القيمه التاريخيه وسبع القاب والرقم القياسي والانجازات في البطوله الافريقيه وصيف النسخه اللي فاتت وصيف 2017. لا مش ده بس منتخب مصر، انت الحمد لله عندك نبع لا ينضب من المواهب، يعني صحيح. خلينا اقول ان دايما بيبقى فيها اجيال، ممكن يبقى فتره زمنيه مش افضل تشكيل ممكن تشوفه المنتخب، لكن حقيقي. على واقع الامر على ارض الواقع الاداء مش كده خالص، مش هو ده اللي احنا متوقعينه، فده اللي مسبب حاله من الغصه او الاحباط عند الجماهير وعندنا احنا، يعني حاجه ما كناش نتوقعها. يعني في كل مباراه بنقول لا اللي جاي هيبقى احسن، اللي جاي هيبقى احسن، لكن للاسف اللي جاي ما بيبقاش احسن، وكانت نهايه يعني قياسا بالاداء اللي اتقدم تبدو منطقية بالنسبة للأداء للأسف. يعني صحيح، يمكن كانت النتيجة منطقية ولكن برضو كانت محبطة جدا بالنسبة لجمهور الكرة المصرية، زي ما انت كنت بتقول يعني كان بيتمنى ان هو يشوف منتخب بلاده في مكان افضل من كده بكتير، حتى لو ما كانش يعني او ما كانش ده منطقي، ولكن على الاقل ما كناش نخرج من دور ال 16، وحتى يعني النسخة الحالية بتفكرنا بشكل كبير جدا بنسخة 2019 اللي اقيمت هنا في مصر. خلينا برضو نتكلم، انت ذكرت ان احنا عندنا لعيبة مواهب كبيرة، بنتكلم كمان عن مجموعة لعيبة محلية ولعيبة بتلعب او محترفة في دوريات اوروبية كبيرة، وكمان لو بصينا عن النسبة اللي ما بين اللعيبة اللي بيلعبوا المحترفين بره واللعيبة المحليين، فهنلاقي كمان نسبة المحترفين في التشكيل الاساسي من منتخبنا الوطني الاول هي اكبر، صحيح، يمكن 70% من التشكيل الخاص بمنتخبنا الوطني الاول هو للعيبة محترفين في اكبر الدوريات الأوروبية. بنتكلم عن محمد صلاح نجم ليفربول، النني الأرسنال، مرموش في انتراخت حجازي، صحيح حجازي، يعني كتير من تريزيجيه زي ما بنتكلم، مصطفى محمد نجم من أهم نجوم الدوري الفرنسي، صحيح. فيعني عندنا لعيبة على أعلى مستوى، بالنسبة كمان للعيبة المحلية عندنا مواهب كبيرة جدا جدا جدا، إيه اللي حصل؟ هو طبعا يمكن زي ما بتقولي عندنا مجموعة كويسة من اللعيبة، انا ضد فكرة ان انت تقلل من قيمة اللاعب المصري، من قيمة بالظبط، لان في النهاية هاتيلي لاعب من اللعيبة اللي موجودين في القائمة ما كانش من نجوم فريقه، مش هقول لك ان ابرز نجم في مركزه، من نجوم فريقه، بنتكلم مش هنعدد بقى من بداية حراسة المرمى حتى الهجوم، كل اللعيبة اللي موجودة في قائمة روي فيتوريا هي لعيبة هي الأفضل. هل في لعيب اتظلم؟ هل في لعيب مش افضل لاعب في مركزه؟ ممكن يكون لاعب او اتنين بيك كتير بره قائمه منتخب مصر، لكن اجمالا القائمه ما كانش عليها خلاف كبير قوي، عشان كده الواقع ان احنا عندنا مجموعه جيده من اللعيبه، ده حاجه لا يعني لا علاقه لها بالنتائج، لكن على ارض الواقع انت كمدرب طالما انت مختار افضل العناصر في كل مركز من وجهه نظرك، انا دايما بقول لما المدرب بيختار قائمه خلاص سيبه هو، ما تنتقدوش، هو مسؤول عن الاختيارات دي، صحيح، انت مسؤول قدامي كمدير فني ان انت توظف الاختيارات اللي انا موافقه جدا، واي حد هيبقى بيسمعك لازم يكون موافق جدا ان المدير الفني هو اللي مسؤول عن اختياراته، فبالتالي هو اللي مسؤول عن النتائج، بس احنا كجمهور دمنا بيتحرق وبنزعل، نعمل ايه بقى؟ ما هو نعمل ايه دي يعني للاسف احنا بس مش عايزين برضو نبين الصوره القاتمه للجماهير. ان شاء الله
يبقى في عندنا فرصه ان احنا في البطولات القادمه لسه عندنا تصفيات كاس العالم، لسه صحيح. عندنا يمكن ممكن نقول ان امم افريقيا دي درس بالنسبه لتصفيات كاس العالم، لان احنا برضو يعني ما قدرناش نفوز على منتخبات من التصنيفات الثالثه والرابعه، يعني ما قدرناش ان احنا اصلا نفوز عليهم، فده اكيد معناه ان احنا ممكن ان احنا نلاقي ونقابل مفاجات في مشوارنا بطوله كاس العالم 2026، مش زي ما الكل كان بيتكلم وبيقول ان احنا طريقنا سهل ومجموعتنا سهله جدا وطريقنا مفروش بالورد لحد ما هنوصل لكاس العالم في النسخه القادمه. يمكن زي ما بتقولي هو درس، بس درس قاسي شويه، يعني يمكن زي ما كنت بتتكلمي ان زي نسخه 2019 اللي المنتخب فشل فيها في تخطي دور ال 16، لا يمكن الاسوأ كمان ان احنا ما كسبناش ولا ماتش، يعني في دور المجموعات يمكن فزنا بالعلامه الكامله، صحيح الاداء ما كانش افضل حاجه، صحيح المنافسين ما كانوش من القوى الكبرى في افريقيا، وان كان خريطه الكره الافريقيه تغيرت بشكل كبير في الفتره السنوات الاخيره، وبقى في منتخبات عندها طموحات كبيره وعندها اداء ولاعيبه مميزه في كتير من الدورات العالميه، لكن النسخه الحاليه الحقيقه منتخب ما قدمش حتى ما يشفع له ان هو يعني يبقى شكل مقنع شويه او حاجه يعني تبقى تعزي جماهير شويه عن الخروج، ان انت قدمت اداء جيد عملت اللي عليك، لا انت ما عملتش اللي عليك. يعني انا هنا مش عايز اوجه اللوم او اشيل الليله بالاختصار كده لحد معين، سواء للجهاز الفني او اللعيبه او حتى اتحاد الكوره، الكل مسؤول زي ما الكل بيبقى مسؤول في النجاح، او الكل بيتصدر المشهد في النجاح ويقول ان هو احنا حققنا حاجه او انجاز، دايما لازم الكل يتحمل مسؤوليته في حاله الاخفاق. صحيح. فانا عشان كده بقول للجماهير انت عندك مجموعه جيده، في بعضهم قادر ان هو يكمل للسنوات القادمه، في بعضهم ممكن يعني ما تسمحلوش الظروف ان هو يبقى موجود الفتره اللي جايه، في لسه مواهب طالعه على مستوى الاعمار السنيه الى اقل، ممكن يبقى في تغييرات فنيه على مستوى الجهاز الفني للمنتخب الوطني ممكن يبقى ليها ثمره في الفتره اللي جايه، لان ده من مصلحه المنتخب بكل امانه. فهنا مش بنتكلم لمصلحه حاجه معينه او لاغراض معينه، احنا بنتكلم لمصلحه المنتخب، المنتخب هو الاساس بالنسبه لنا، هو الاهم من الانديه، هو اللي بيجمع الناس كلها. يعني لو تشوفي حاله الصدمه عند الناس امبارح في يعني اللي بتتابع المباراه كان عندها امل لغايه اخر لحظه لركلات الترجيح، لا قاعدين لغايه الساعه 1 الفجر مستنيين احنا خلاص. صحيح. احنا يعني يمكن نكون هنحتفل، يمكن نكون هنقول مبروك لبعض، اكيد يعني هنعوض كمان الاداء السيء ده في الدور التاني، ولكن في النهايه بالظبط، ويمكن زي ما قلت لك في البدايه بنصطدم بالواقع، كل مره بنبقى عشمانين لا الاداء مش حلو في مباراه موزمبيق، هنتحسن امام غانا ما كانش احسن حاجه امام غانا، طبعا هنتحسن امام غانا، احنا كل مره بنكون عشمانين اكتر في دعاء المصريين ان احنا نعدي الدور ده. دعاء المصريين هو السند الاساسي بالنسبه للمنتخب الحقيقه، ويعني لكن اي فنيات او اي امور اخرى قدمها المنتخب الحقيقه لا ترقى لاسم وتاريخ منتخب مصر في هذه النسخه من البطوله. مش عايز ابالغ لو قلت ان احنا من اقل المنتخبات فنيا اكيد اللي تقدم، وعشان كده ده اللي بيزيد حاله الاحباط شويه، ان انت عندك افضل من كده بكتير. واللي زايد حاله الاحباط برضو ان انت حتى في مشوار تصفيات كاس العالم او حتى في المباريات الوديه او في التجارب السابقه كلها، انت كنت شفت شكل افضل من كده من المنتخب منذ بدايه البطوله في حاله انهيار تام. صحيح. انهيار بدني، مفيش اداره فنيه للمباراه من خارج الخطوط، والعامل البدني ده برضو مهم جدا جدا، يعني شفنا امبارح منتخب الكونغو ما كانش التفوق الكبير قوي فنيا، يعني مش اللي هو بيقدر يعمل جمل وبيروح وبيهدد المرمى كتير، ولكن في النهايه كل كوره مشتركه بيدخل بمنتهى القوه، يعني هو بيعوض ده بالجانب البدني، عشان كده كان له تفوق في كتير من المواقف في المباراه، حتى الحته اللي كان مميز فيها منتخب مصر نسبيا ان هي بيسيطر على الكوره وبيحاول ان هو يبني هجمات فقدها امبارح لحساب منتخب الكونغو، فعشان كده ده اللي بيخلينا نقول ان في كتير من النواقص كانت في اداء منتخب مصر، مش بس في مباراه الكونغو، خلال مشوار البطوله بالكامل. صحيح. يمكن كمان تابعنا مع بعض تصريحات روبي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني اول بعد لقاء امبارح وبعد خروج منتخبنا الوطني الاول وتوديعه لبطوله الكان 2023، وهو بيتكلم ان الاداء كان افضل بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول في الشوطين الاضافيين. شفت ده ازاي؟ لان انا حسيت لوهلة، هو احنا كنا بنتفرج على نفس الماتش؟ ما هو للاسف يعني بحس ان في انعزال شويه عن الواقع، يعني كلنا قاعدين بره سواء في التغييرات
سواء في إدارة المباراة، ويمكن ده أهم من التبديلات، إيه أدوات المدرب اللي يقدر يغير بيها السيناريو المباراة لما تكون بالشكل اللي إحنا شفناه ده، أو الأمور معقدة أو مش ماشية مع المنتخب. إن أنت تغير وظائف اللعيبة أو يعني تدي أدوار للعيبة تقدر تتكيف معاها بشكل أفضل مع طبيعة المباراة، مش لازم إن أنت تغير برضو حتة تبديل لاعب بلاعب في نفس المركز، دي برضو حاجة يعني كلاسيكية قوي، إن أنت خلاص صحيح. إن أنت خلاص أنا في يعني هذا بدل نفس اللاعب بنفس المركز، ما عندكش فكر ان انت تغير طريقه اللعب، ما عندكش حتى جرأه ان انت تخدع المنافس ببعض الامور التكتيكيه اللي انت تخليك تستعيد زمام المبادره مره تانية، تستعيد زمام السيطره في الملعب. عشان كده انا شايف فيتوريا الحقيقه حتى في تصريحاته ما حاولش ان هو يجمل الصوره، يعني هو بيجمل الصوره للمنتخب لكن لنفسه. انا كنت افضل او بفضل عموما نوعيه المدربين اللي عنده شجاعه الاعتراف بالخطا، قول والله يا جماعه احنا ما استعدناش كويس للبطوله، احنا ما وفرناش الاستعدادات الجيده حتى لو هيحمل. ولكن دي مش حقيقه. يمكن انا شايفه ان المنتخب في النسخه الحاليه او قبل النسخه الحاليه من بطوله الكان 2023 توفر له كل حاجه هو ممكن يكون محتاجها عشان على الاقل نشوف نفسنا يعني في الادوار النهائيه، مش بنخرج من ال 16، ده احنا كمان صعدنا من دور المجموعات بفضل موزمبيق. صحيح، يعني حتى بالظبط، يعني حتى صعودنا من المجموعه من كمركز ثاني وتجنب المواجهه اصعب، لما لو كنا تاهلنا افضل توالد كان بفضل تعادل درامي الحقيقه لموزمبيق امام غانا، والاثنين خرجوا من البطوله. فعشان كده انت كمنتخب او كجهاز فني منتخب لم تستوعب هذا الدرس، ان انت يعني ما قدمتش افضل حاجه عندك، دايما بتتكلم عن سوء الحظ. طب انت بتتكلم عن سوء الحظ في منتخبات اخرى في البطوله ممكن تتكلم عنه بشكل اكبر واكثر واقعيه، لكن انت كمدرب وتطلع تعترف بالخطا ده اعتقد كان هيبقى اكثر شجاعه، خاصه انت خلاص ودعت البطوله. يعني اتفهم ده لو انت في دور المجموعات ولسه المنتخب مش عايز تحبط اللعيبه، لكن صحيح. خلاص انت ودعت البطوله مفيش مجال للعوده. فبالتالي كان الافضل لفيتوريا ان هو يبقى عنده شجاعه الاعتراف بالخطا. انا والله التبديلات ما كانتش موفقه، انا ادارتي للمباراه، يعني طبعا مفيش مدير فني بيتكلم بشكل صريح كده، ولكن على الاقل يحمل نفسه جزء من المسؤوليه شويه ان الامور ما كانتش المرجوه مننا. صحيح. وكمان احنا بنتفرج على نفس الماتش، يمكن زي ما قلت في المقدمه يعني بالظبط فعلا احنا مفيش غير اول 10 دقائق او ربع ساعه من المباراه كان الاداء جيد، ابتدينا حتى يبقى في سيطره على المباراه شويه، فرصه حجازي فرصه حجازي في الشوط الثاني، يمكن فرصه محمود حماده وزيزو، يعني يمكن دي فرص اتيحت لكن بتقدري تعديها، مش طول الوقت انت بتهددي مرمى منتخب الكونغو. ده حقيقي، خاصه كمان ان الشوط الاولاني دخل فينا هدف، يعني حاجه في منتهى السذاجه، اللعيبه كلها مديه ظهرها للكره وبتتناقش الاوت ده بتاعنا ولا بتاعهم. يعني انا امبارح الحقيقه من الحاجات اللقطات الغريبه جدا، حاجه عجيبه، ازاي انت كلاعب دولي وان انت عندك الخبرات دي وسايب المنافس يتحرك في ظهرك وانت واقف بتعترض، يعني حاجه ما شفتهاش قبل كده. دي مش دوره رمضانيه، دي احنا بالزبط. مش بنشوف الكره بتاعت مين، العب على الصفاره وانت شايف من بدايه المباراه ان الحكم لا في صفارته فيها مشكله، يعني اعرف الحكم اللي بيبقى الحكم اللي مش افضل حاجه او مش افضل مستوى في المباراه من ايه؟ من الفاولات، يعني ممكن يبقى في كوره مشتركه حسب فاول للكونغو، نفس الكوره اللي منتخب مصر ما حسبهاش، ففي ازدواجيه شويه في القرارات، ما تقدريش تقول ان هو عمل كارثه في المباراه، ما تقدريش تقول ان هو حسب ركله جزاء، حتى البطاقه الصفراء الثانيه لمحمد حمدي كان ممكن يبقى فيها كلام، عشان كده كتير من الالتحامات للكونغو لا فاول عادي ما فيهاش انذار، لمنتخب مصر في انذار، الحاجات اللي زي دي بتحجم المباراه شويه، بتخلي اللعيب تحت ضغط. فانت شايف من بدايه المباراه ان انت بتتعامل مع طبيعه حكم بالشكل ده، فانت لازم تكون اكثر ذكاء، ان انت مش كل كره هتقف تعترض وتسيب الكره تعدي من ظهرك. فاعتقد دي كانت يعني حاجه صعبه جدا. صحيح. بالنسبه للعيبه المفروض انها عندها خبرات كبيره وتقدر تتعامل مع المواقف دي، لكن هدف دخل بمنتهى السذاجه الحقيقه. صحيح. امير، لسه اكيد الكلام يعني هياخدنا كتير جدا عن الليله الحزينه اللي كل الشعب المصري قضاها امبارح بعد توداعنا لبطوله الامم الافريقيه 2023 المقامه في الكوت ديفوار، ولكن هنطلع سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل مع حضراتكم ومع ضيفنا النهارده امير نبيل الناقد الرياضي.
رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه اكيد الحديث مستمر مع ضيفنا النهارده ناقد رياضي امير نبيل. بنتكلم معاه اكيد عن مباراه امبارح وعن خروج منتخبنا الوطني الاول من بطوله امم افريقيا 2023 وتوديعه للكان. لسه بنتكلم عن مباراه امبارح اللي يمكن احبطت الجماهير المصريه اللي كانت زي ما كنا بنتكلم عندها امال ان هي توصل لمكان ابعد من كده بكتير، ولكن هو ده اللي حصل. خلينا نرجع مره ثانيه للمباراه، ويمكن امبارح الكل كان بيسال بعد اللقاء ليه ابو جبل هو اللي سدد التسديده الاخيره، ليه مش مهند لاشين، وهل مهند لاشين عنده مشكله ان هو يسدد؟ طب في حاله ان هو عنده مشكله برضو ليه ده ما تمش يعني الاتفاق، او ليه الاداره الفنيه، ليه المدير الفني ما اخدش باله من الموضوع ده واستعان بمهند لاشين لو في احتماليه ان احنا نوصل لبنالتيز في نهايه المباراه؟ هو ده طبعا يرجعنا لحته التحضير النفسي للمباراه او التحضير الشامل عموما. انت بتشتغل على المباراه فني ونفسي، من الحاجات النفسيه ان انت بتهيئ اللعيبه اللي عندك، خاصه اللي كان عندهم مشاكل قبل كده في تسديد ركلات الترجيح، ان انت تقدر تهيئهم لتسديد مره اخرى. شفنا ده حصل مع يمكن محمد عبد المنعم، سدد ركله مميزه جدا رغم ان هو كان اضاع قبل كده، صحيح، لكن الحقيقه يعني قدر ان هو يتغلب على ده وسدد والركله محمد هاني كمان، محمد هاني سددها بشكل كويس جدا. فبالتالي انت منزل مهند لاشين وهو يمكن برضه قد يكون، انا بقول قد يكون يفتقد الثقه في حته ركلات الترجيح. طب انت منزله في الاكسترا تايم وانت عارف ان هو ممكن كتير جدا، ممكن بنسبه كبيره جدا ان انت توصل للبنالتيز، يعني خاصه ان انت مطرود منك واحد، فطبيعي او الفرص اللي عندك ان انت تنهي المباراه لصالحك في الوقت الاضافي هتبقى صعبه جدا. من ضمن الحاجات برضه انت برضه من اللعيبه اللي بتسدد ركلات جزاء بشكل جيد زيزو، طب انت خرجته ماشي، ممكن يكون الوقت كان لسه بدري شويه ان انت تلعب على سيناريوهات افضل من ركلات الترجيح، ولكن في النهايه انت الادوار الاقصائيه دايما الف ب ان انت بتتدرب على ركلات الترجيح، اكيد فواضح ان ما كانش في اعداد جيد بالنسبه للمنتخب فيما يخص ركلات الترجيح. ويعني شفنا حتى يمكن شفنا مصطفى محمد هو اللي بيضيع، هو ومحمد ابو جبل ضربتين جزاء ضاعوا مننا. واكيد انا بالنسبه لي يعني ما بشوفش ان احنا مفروض ان احنا نلقي اللوم على اي لاعب بيضيع، لان ما فيش لاعب في العالم كله، ما فيش لاعب في الكون كله ما بيضيعش، افضل واعظم لعيبه الكون لينال ميسي كان بي يعني كان بي بي بيضيع عادي، ما فيش مشكله يعني بتحصل. خاصه كمان اللوم الكبير اللي كان يعني بيلقى على محمد ابو جبل ان هو ضيع ازاي ضربه، طب وايه المشكله؟ ما هو اصلا الراجل ده اساسا جول كيبر يا جماعه. هي بس الفكره في ترتيب اللعيبه، يعني انت ممكن تخلي ابو جبل كخيار اخير بالنسبه لك لو كان مهند لاشين عنده فرصه ان هو يسدد، ان هو يسدد صحيح. فبالتالي حتى تشوف رد فعل ابو جبل بعد ما ضيع ضربه الجزاء ان هو خلاص الامور بالنسبه له خلصت، يعني حتى نفسيا هز ان هو انا مش هصد الركله جداً جدا جدا جدا. وشفناه ان هو بيعتذر لكل زمايله ان هو اهدر ضربه الجزاء، وهو بصراحه يعني دي حاجه لا يسال عليها، يعني هو يعني هو بينقذ موقف، ما هو في 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 لاعب مش هيقدر يشوط مهند لاشين، فهو هيعمل ايه؟ ما فيش عنده خيار تاني. صحيح. يعني يمكن مش عايزين نخوض قوي في تكنيك تسديد ركلات الترجيح وازاي انت كحارس ممكن افضل طريقه ان انت تسدد بيها، لان الحارس بطبيعه الحال مش هو اللي بيسدد بشكل منتظم، ولكن وحتى لو هو كان افضل لاعب كره قدم في العالم زي ما اتكلمنا عادي، ما ميسي هو اقرب مثال عندنا وفي كاس عالم وبيضيع بنالتيز، فيعني يعني موضوع وارد بصراحه وارد لا يسال عليه اي لاعب. ودايما احنا بنقول ان ضربات الترجيح دي هي ضربات الحظ، ويعني خلينا نقول ان احنا كنا ممكن نتجنب السيناريو ده من اكيد البداية. يعني احنا كان وبعدين احنا ضربات الحظ دي بالنسبه لنا عمرها ما بتيجي لصالحنا، يعني هو ده اللي شفناه النسخه اللي فاتت من الكان النهائي وحتى في تصفيات كاس العالم 2021 وصحيح وتصفيات كاس العالم، المباراتين اللي كانوا قصاد السنغال، المباراتين اللي انتهوا بضربات الترجيح، والمباراتين اللي لم ينتهوا لصالح منتخبنا الوطني الاول وما حلفناش فيهم الحظ. فاحنا واضح كده ان الحظ يعني مش معانا في الحته دي، في حته ركلات الترجيح. بس لازم طبعا يبقى في استعداد افضل من كده، مش بس ركلات الترجيح، لسيناريوهات المباراه عموما. انا بتكلم على انت بتتكلم في 120 دقيقه، يعني المباريات الادوار الاقصائيه بتبقى مجهود بدني كبير جدا. يعني انا كنت مشفق على المنتخب حتى لو تاهل، كان هيبقى صحيح هيقابل غينيا، وغينيا عملت مباراه كبيره امام غينيا الاستوائيه وتاهلت، ولكن كان هيبقى مجهود بدني كبير، واحنا اوريدي في من بدايه البطوله عندنا مشاكل بدنيه. يعني احنا صحيح. اصلا شفناها من اول لقاء موزمبيق، صحيح، يعني مع نهايه اللقاء احنا شايفين ان المعدل البدني بينزل وبيهبط بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول. على الجانب الاخر موزمبيق بتعلى وبتعلى لغايه ما تقدر ان هي تتعادل مع المنتخب، لا بالعكس كمان بتتفوق، واحنا
احنا بنعادل في الوقت يعني او في اللحظات الاخيره من وقت بدل الضيع عن طريق محمد صلاح، فيعني حقيقي صحيح. احنا عندنا مشكله في الانديورنس، في التحمل لحد النهايه. هرجع لحته الرطوبه وان يبقى في نسبه رطوبه عاليه ومنتخبات افريقيا وسط وغرب افريقيا. بصراحه انا كنت هناك انا ما كنتش عارفه اتنفس. بس انا مش لعيبه كوره. بس انا كان بالنسبه لي النفس كان صعب. هي الاجواء صعبه طبعا، بس صعبة هي الفكره جداً. ان انت كلاعب محترف خلاص انت المفروض بتخش يوم اثنين ثلاثه بتتاقلم على الاجواء بشكل عام. اكيد صحيح مش زي المعتاد على الاجواء لسنين طويله، ولكن في النهايه انت بتؤدي البطوله، انت عارف صحيح. ان انت هتقابل الاجواء دي، انت عندك من الخبرات اللي يخليك ان انت تقدر يعني تتاقلم وتتكيف مع الظروف اللي انت بتواجهها ايا كان. انت مش هتلعب في كل مره في كل بطوله في بيئه مثاليه، لكن برضو انت برضو هتيجي تبص على لعيبتنا المحترفين اللي هم بيمثلوا زي ما اتكلمنا 60 65% من القوام الاساسي لمنتخبنا الوطني، كلهم بيلعبوا في اوروبا، اجواء مختلفه تماما. يمكن لو اتكلمنا عن اللعيبه المحليه هم اللي عندهم بعض الخبرات الافريقيه، وده بسبب مشاركتهم مع انديتهم في البطولات الافريقيه، الكونفدراليه الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، ولكن بالنسبه للعيبه اوروبا اكيد الموضوع مختلف تماما، خصوصا ان هم جايين من برد يعني وصقيع قارص لبلد فيها الرطوبه اكتر من 95%، درجه حراره مرتفعه جدا. اكيد انا مش بوجد اعذار، ولكن انا برضو بقول اللي انا شفته هناك يعني بعيني، وحسيته الموضوع كان صعب. هي ده حقيقي، بس عشان كده انا بتكلم في حته الاعداد للبطوله. الاعداد للبطوله من ناحيه ايه؟ انت عارف ان انت داخل في اجواء مش مثالية بالنسبة للظروف المناخية اللي انت بتلعب فيها. ازاي ان انت توزع جهد لعيبتك، ازاي ان انت تقدر توفر مجهودهم، ازاي ان انت يبقى في اعداد بدني جيد ليهم، ازاي ان انت تتعامل. المفروض يكون في معسكر قبل البطولة دي في بلد مماثلة في نفس الاجواء، بنفس صحيح. الرطوبة، بنفس درجة الحرارة، كان ده اكيد هيسهل كتير على منتخبنا الوطني. عشان كده بشوف فعلا في منتخبات انها بتخوض مبارياتها الودية قبل البطولة في ملاعب مشابهة او في اجواء مناخية مشابهة ليه اللي هتلعب فيها في البطولة، يعني كنوع من الاعتياد. صحيح ان ده مش كل حاجة، وان برضو كل مباراة وليها ظروفها، والبطولة بشكل عام بيبقى ظروفها مختلفة. ويمكن كمان غانا بتبعد يمكن اقل من ساعة صحيح. عن الكوت ديفوار، نفس الاجواء، نفس الاكل، نفس الثقافات، نفس كل حاجة، ولكن برضو ما وفقتش ان هي تصعد من مجموعتنا للدور التالي. صحيح، بس يمكن منتخب غانا يعني انا كنت مدرك ان مش دي افضل نسخه من منتخب غانا في الفتره الاخيره، يعني حتى على مستوى العناصر اللي عنده على المستوى الجماعي ما كانش مميز قوي. صحيح ان في كتير من المنتخبات ودعت الدور الاول بشكل مفاجئ، منها منتخب الجزائر، منتخب تونس، ولكن في النهايه احنا كنا عشمانين ان انت كمنتخب مصر بخبرات لعيبه. هو مشكله في العشب ده صدقني، ما هي مشكلتنا كلها في العشب. طيب خليني عارف، احنا لو كنا لجأنا للمنطق من البدايه ما كناش اتعشمنا اصلا، بس احنا زي ما بنقول طبيعي لما متعشمين في الدعاء. صحيح، اسم منتخب مصر بيخلينا يعني نبقى عندنا طموحات كبيره قوي. انت منتخب مصر، انت داخل خاصه النسخه اللي فاتت انت ما خرجتش بدري، ده انت كنت وصيف البطوله طبعا، مشيت بشكل كويس، المستوى تدرج في من دور لدور يعني. صحيح صحيح. طيب خليني ارجع تاني واسالك عن التشتت اللي كان عند معظم لعيبه المنتخب، والحاجات بقى المواضيع اللي ملهاش علاقه بالمستطيل الاخضر. محمد صلاح متصاب، محمد صلاح هيقعد ازاي، هيمشي ازاي، هيكمل العلاج هناك، لا كان المفروض يكمل هنا، حاجات كده مواضيع انا بشوفها ان هي يعني بره المستطيل الاخضر. الاولى كان المنتخب ان هو يكون مركز اكتر في طريقه اللعب، في التكتيك، يتمرنوا على ضربات الجزاء زي ما كنا بنتكلم، يعني يكون في فكر مختلف، ولكن شفنا ان كل التفكير وكل الكلام بينحصر على حاجات يعني خارجيه. زي ما كنت بطالب فيتوريا ان يبقى عنده شجاعه الاعتراف بالخطا، فانا كنت برضو بطالب باتحاد الكوره ان هو يبقى عنده شجاعه الاعتراف بان سوء اداره الازمات، مش هقول الخطا او مش هقول ان انا عملت مشكله، لكن سوء اداره الازمات. عندي ازمه اصابه محمد صلاح، ده نجم كبير العالم كله بيتكلم عنه، مسافه ما وقع بس في مباراه غانا قعد على الارض كل الصحف العالميه بتتكلم، هل محمد صلاح هيغيب عن ليفربول فتره طويله، هل هل هل، كل دي كان لازم ان انا اجاوب عنها. وبعدين اصوات تطلع وبتنادي وتقولك ازاي محمد صلاح هيسيب اللعيبه ويرجع يتعالج في ليفربول، ده على اساس ان اللعيبه دول مش 26 راجل يقدروا ان هم يشيلوا المسؤوليه. ما هو برضو دي حاجه كانت بالنسبه لي غريبه يعني بشكل كبير جدا. هل اللعيبه دول مستنيين محمد صلاح يقعد يشجعهم ويقول لهم يلا يا رجاله احنا هنعمل ان شاء الله ماتش النهارده كويس؟ يعني هل ده اللي كان ناقص اللعيبه 26 لاعب اللي على اعلى مستوى محليا ومحترفين كمان في اجور الدوريات الاوروبيه؟ كل ده الطرح ده تم من خلال السوشيال ميديا، يمكن الموضوع كبر قوي
قوي من خلال السوشيال ميديا اللي بقت يعني مش عايز اقول للاسف بس بقت قوه مؤثره كبيره جدا في صحيح. توجيه القرارات وتوجيه الراي العام بشكل واضح يعني. بنتكلم عن طب محمد صلاح قائد ازاي ان انت تتخلى عن دورك كقائد؟ طب ما هو التاهيل ده من ضمن برنامج ان هو يقدر يعود ان شاء الله صحيح. للمنتخب وكل ده متفق عليه يعني مش حاجه مفاجاه كده مش محمد صلاح طلع من نفسه يا جماعه انا ماشي وهروح ليفربول واتاهل يعني برضو خلينا نتكلم بعقلانيه شويه ونحكم على الامور مش بالعاطفه نحكم عليها بالمنطق صحيح. ده اللي ينقصنا يعني في كتير من صحيح. الازمات اللي احنا تعاملنا معاها فعشان كده انا كنت بقول ان اداره الازمات وحتى لو لم تكن ازمات كبيره اي ازمات بتحصل في معسكر المنتخب كان يجب ادارتها بشكل اكثر حكمه امام عاشور اصيب ما انتش عارف لسه هيرجع ولا لا بروتوكول الاصابات الارتجاج في المخ كل دي امور كان لازم تدار بشكل افضل من كده صحيح. امير احنا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده عايز اقول لك هارد لك وهارد لك بقى لجمهور الكره المصريه والشعب المصري كله اللي كان اكيد عنده يعني امال اخرى وكان عنده طموحات اخرى وكان نفسه ان احنا نوصل لمكان افضل من كده بكتير ولكن للاسف بنودع البطوله من دور ال 16 باداء باهت وبشكل يعني لا نستحقه ولا يعني يليق باسم مصر وباسم الكره المصريه وباسم المنتخب الوطني منتخب الفراعنه صاحب الرقم القياسي بالفوز بهذه البطوله على مدار التاريخ. أمير نورتنا النهاردة في صباح أون تايم بشكرك جدا على وجودك وعلى وقتك معنا وإن شاء الله نتقابل بقى يعني في مرات في تانية أفضل يعني. وظروف يعني أفضل من كده بكتير. مشاهدينا بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة أشوفكم إن شاء الله بكرة الساعة 10 صباحا في حلقة جديدة من صباح أون تايم أشوفكم على خير.